أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة بيان الصليب الأحمر بخصوص النازحين من محافظة الجوف باتجاه مأرب. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن القتال في الخطوط الأمامية بين صنعاء والجوف أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الناس إلى محافظة مأرب. أضافت اللجنة في بيان لها أن المواجهات في محافظة الجوف أعاقت الجهود المبذولة لمساعدة المرضى والمحتاجين، مشيرة إلى أن فرقها الإسعافية لم تتمكن من إجراء عملية إجلاء طبي بسبب عدم توفر إمكانية الوصول الآمن، كما لم تتمكن من تزويد مستشفى الجوف العام بالإمدادات الجراحية والطبية. وجددت اللجنة دعوتها أطراف النزاع إلى ضمان توفير إمكانية الوصول الآمن للعاملين الصحيين والإبقاء على المرافق الطبية مفتوحة وحماية العاملين في المجال الصحي. نتوقف مشاهدينا عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: كيف هو وضع النازحين في الجوف، وما مقدرة مأرب على استيعاب مزيد من النازحين، والجهود المبذولة من قبل الصليب الأحمر وبقية المنظمات، وهل هذه الجهود كافية؟ لكن قبل النقاش مشاهدينا نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. في اليمن وحدها المآسي تتوالد على رؤوس اليمنيين لتتعدد أمامهم مصائر القهر والنزوح والتشرد نتيجة حرب كان من السهل أن تبدأ لكنه أضحى من الصعب أن تنتهي. معارك الجوف الأخيرة دشنت بداية معاناة أخرى لآلاف من اليمنيين الذين أضحوا يعيشون داخل متوالية من النزوح المستمر بحثا عن موطن بلا حرب وما أندر تلك المواطن في اليمن. عديد من هؤلاء كانت دروبهم مسورة بالقذائف والرصاص وهم يحاولون الوصول إلى مأرب. الواضح اليوم أنه لم يبقى أمام اليمنيين من مكان للاستقرار سوى هامش في الصحراء. تحاول ميليشيا الحوثي مسنودة بتخاذل الشرعية ورضا مبطنا من المجتمع الدولي التهامه. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تصف ما حدث مؤخرا في الجوف بالقول إن القتال في الخطوط الأمامية بين صنعاء والجوف أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الناس إلى محافظة مأرب، وتضيف في بيان لها أن المواجهات في محافظة الجوف أعاقت الجهود المبذولة لمساعدة المرضى والمحتاجين، وأن فرقها الإسعافية لم تتمكن من إجراء عمليات الإجلاء الطبي بسبب عدم توفر إمكانية الوصول الآمن، كما لم تتمكن من تزويد مستشفى الجوف العام بالإمدادات الجراحية والطبية، موجهة دعوتها لأطراف النزاع لضمان توفير إمكانية الوصول الآمن للعاملين الصحيين والإبقاء على المرافق الطبية مفتوحة وحماية العاملين في المجال الصحي. المشاهد اليوم أن معارك الجوف نكأت جرحا نازفا وأن آلاف النازحين أمام مصير مزر ما لم يكن هناك إسناد وعون من قبل المنظمات الإنسانية والإغاثية. لنقاش أوسع ينضم إلينا من صنعاء المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر فريد حميد، وأيضا من الجوف مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين المهندس جميل القاسم. مرحبا بكما ضيفي. أبدأ معك سيد فريد، حدثنا عن الجهود المبذولة من قبلكم في اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمساعدة هؤلاء النازحين. كاستجابة طارئة بما يحدث لموجة النزوح الكبيرة إلى محافظة مأرب، مؤخرا قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لحوالي 70,000 شخص، أي 10,000 أسرة، من خلال تقديم مواد غذائية وإيوائية كما ذكرت، تضمنت الخيام والبطانيات وأوعيات حفظ المياه وأحواض الغسيل ومستلزمات النظافة الشخصية. بالإضافة إلى ذلك قدمت اللجنة الدولية مواد جراحية وأدوية إلى هيئة مستشفى مأرب، وأيضا أكياس جثث لجمعية الهلال الأحمر اليمني كدعم للمرافق الصحية لتسهيل عملية المعاملة الكريمة للموتى.
نعم. كل هذا لا يكفي لتلبية احتياجات المتضررين من النزاع في اليمن بشكل عام وفي مأرب حاليا. الاحتياجات كبيرة جدا. نعم. ولا يمكن للمساعدة الإنسانية وحدها أن تلبي كل تلك الاحتياجات. سيد فريد، ما هي أبرز العوائق التي واجهتكم ولا تزال تواجهكم فيما يتعلق بمساعدة النازحين؟ التحديات التي تواجهنا تتمثل أولا في عدم قدرتنا على تلبية جميع الاحتياجات المتضررين كما ذكرت. نعم. وأيضا عدم توفر إمكانية الوصول الآمن نظرا لاستمرار الأعمال القتالية التي تحد من قدرتنا وقدرة المنظمات الإغاثية على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين وتقديم المساعدات لهم. بالتالي إذا ما سألتك عن الخدمات التي تقدموها، هل تغطي كل المناطق سواء في الجوف وحتى في مناطق أخرى في اليمن؟ طبعا مساعداتنا نحاول دائما ما نحاول أن نصل إلى أكبر قدر ممكن من المتضررين. في موجة النزوح الأخيرة في مأرب قدمنا المساعدات لمن استطاعوا الوصول إلى مدينة مأرب، ولم نستطع مساعدة الجميع كما ذكرت لأن الأعداد كبيرة. احتياجات في مأرب، احتياجات النازحين في مأرب أساسا كانت كبيرة حتى قبل موجة النزوح الأخيرة. نعم. نحن نتابع عن كثب الوضع الإنساني في شمال البلاد، وندعو جميع أطراف النزاع لأن تتخذ كافة الإجراءات والتدابير. ما هي هذه الإجراءات والتدابير التي تطالبونهم باتخاذها؟ وأيضا بالنسبة لكم، كنت قد تحدثت عن بعض العراقيل، هل هذه العراقيل برأيك كافية لعدم إيصال المساعدات للمحتاجين والنازحين؟ المدنيون ليسوا جزءا من هذا النزاع. نعم. وعليه يجب دائما توفير الحماية لهم وحماية جميع المرافق التي المرافق الحوية المهمة لحياة المدنيين كمرافق الرعاية الصحية. نحن ندعي جميع الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق سياسي يفضي إلى السلام، ينهي معاناة ملايين اليمنيين في جميع أنحاء اليمن ويمكنهم من إعادة بناء حياتهم من جديد. إذا تفضل بالبقاء معي سيد فريد. أرحب بضيفي من الجوف المهندس جميل قاسم، مرحبا بك معنا مجددا سيد جميل. ضعنا في صورة كاملة لوضع النازحين وبالتالي ما هي أبرز احتياجاتهم. مساء الخير لك ولضيفك نضال. محافظة الجوف منكوبة منذ أسبوع. نعم. وحقيقة ما تم رفضه إلى اليوم من 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 نازحين وتم تتبع حركتهم وصل إلى أكثر من 10,000 أسرة، جميعهم وصلوا من محافظة الجوف، وهذا العدد يحتم علينا جميعا أن نقوم بعمل جبار لتوفير كل الاحتياجات من مأوى، من إيواء، من غذاء، من مياه، من صحة. هذه كل المطالب التي يريدها أي شخص ينتقل من محافظة إلى محافظة، أو كمعيار نسميه ينتقل من نقطة ألف إلى نقطة باء كناجحين. اليوم هذا التدخلات إلى اليوم وقد مر أسبوع على يعني سقوط محافظة اليوم، لكن حقيقة ما يصل إلى النازحين يعني ممكن أن نسميه فتات الفتات. يعني لم يتم حاليا تطوير اي آلية لاستيعاب التدخلات الطارئة للنازحين، وهذا ما يسبب يعني ضرر كبير جدا على النازح واسرته. يعني اليوم نحن نتكلم على مستوى المجتمع المضيف فقط في محافظة مأرب، هناك بعض الاسر من تستضيف 3 إلى 4 إلى 5 عائلات في بيت واحد، وهذا حقيقة يسبب ضغط كبير جدا على المجتمع في محافظة مأرب. ناشدنا ونحن نناشد، واليوم كان لدينا لقاءات مع الأوتشا وبقية المنظمات، أنه لابد أن تكون هناك تدخلات جادة في موضوع احتواء الأزمة، ولكن للأسف حقيقة
يعني نرى رتابة حقيقية في موضوع تقديم المساعدات للنازحين بحجة أن هناك وضع شبه مستقر بالنسبة للعائلات. نحن في المجتمع اليمني الأنفة والكبرياء تمنعنا دائما عن المساءلة لحقوقنا، ولكن الأصل في المنظمات بما أن هناك جهة رسمية ومسؤولة ترفع إحصاءات وتقدم بيانات، الأصل أن يكون التدخلات بناء على ذلك. هناك يا أختي نضال، هناك معيار في الأمم المتحدة أن أي نازح ينتقل من نقطة ألف إلى نقطة باء يجب أن يقدم بلاغ من قبل الجهات الرسمية بوصول هذه النازحين. خلال 72 ساعة يجب أن تتدخل هذه المنظمات لإغاثة هذا النازح. اليوم نحن نتكلم على أسبوع ولم نجد أي تدخل ملموس بالنسبة للنازحين. لكن السيد فريد ذكر بأنه قد تم تقديم مساعدات للنازحين من محافظة الجوف. هذه المساعدات ما حجمها، وبالتالي ما الاحتياجات المفروضة أو الأساسية التي يحتاجها النازحون؟ أنا قلت لك أنا أتمنى من الأخ الضيف الكريم أن يقدم لنا البيانات بشكل واضح أين تم التدخل، لأنه أنا سمعت أن تدخله وصل 10,000، لكن أظن أنه قدمها للمجتمع في مأرب لكن لم يقدمها للنازحين الجوف بشكل خاص. أما الاحتياجات، نحن اليوم نحتاج إلى خيام ونحتاج إلى فرش وبطانيات ونحتاج إلى فرق طبية تقوم بفحص الحالات التي تصل إلى محافظة مأرب، لأنه تجمع النازحين بشكل كبير في مناطق قد يساعد على نشر وباء معين لا قدر الله يسبب مضاعفات للمجتمع المضيف، والإخوة في الصليب الأحمر يعرفوا هذا الشيء. لكن نأسف حقيقة إلى أن التدخلات يعني شحيحة جدا. يعني لو تكلمنا كنموذج بسيط فقط على مخيم الخير الذي تم إنشاؤه من قبل الهجرة الدولية ومركز الملك سلمان، يفتقر حتى الى البساط، يعني فقط خيام فقط لا غير. اما ان يكون في الخيام هذه عباره عن نعم ساحرص سيد حصير. نعم سيد جميل، ساحرص على نقل هذه النقطه الى ضيفي السيد فريد. اذا كنت قد استمعت لضيفنا من الجوف، تحدث بان النازحين في امس الاحتياجات للبطانيات والفرش وابرز أو أساس المساعدات التي يحتاجها النازحون، كيف يعني لم يتم تلبية هؤلاء النازحين داخل محافظة الجوف؟ في البداية بالنسبة للمساعدات التي قدمناها خلال الأسابيع القليلة الماضية، نعم، والتي غطت 10,000 أسرة، هؤلاء النازحون قدموا من عدة مناطق ليس الجوف فقط، قدموا من مهم ومن مشزر ومن الخانق ومن الجوف أيضا. ثانيا أتفق مع الضيف الكريم بأن الاحتياجات كبيرة ليس فقط في مأرب ولكن في عموم اليمن. الاحتياجات الإنسانية للمتضررين من النزاع هائلة جدا، ولا تستطيع المساعدة الإنسانية وحدها أن تغطيها أو تلبيها. نعم. لكن فيما يتعلق بالاحتياجات للنازحين الذي تحدث عنهم الأخ، نحن الآن بصدد افتتاح مكتب في مدينة مأرب حتى نتمكن من أن نكون أقرب إلى المتضررين لتسهيل عملية تقييم احتياجاتهم الإنسانية والاستجابة إليها بشكل أفضل. نعم. أشدد على نقطة أن أننا لا نستطيع تلبية جميع احتياجات المتضررين. ما نقدمه هو يمثل قطرة في بحر من الاحتياجات. ولذلك نحن ندعو أين يكمن الخلل سيد سيد فريد؟ السيد جميل كان قد تحدث أن هناك خلل في آلية توزيع هذه المساعدات، وأيضا ذكر بأنه لم يتم تطوير آلية أو آلية مناسبة لمعالجة أوضاع النازحين. نحن على تواصل مع جميع الأطراف ومع السلطات لمناقشة هذه المواضيع، وكما أسلفت نحن الآن بصدد افتتاح مكتب في مدينة مأرب حتى نتمكن من تقييم الاحتياجات بشكل أفضل والاستجابة أيضا لتلك الاحتياجات بالشكل الأمثل حسب قدراتنا وإمكانياتنا.
شكرا جزيلا لك فريد حميد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كنت معي من صنعاء. أعود إليك سيد جميل، إذا كنت قد استمعت لضيفي فريد كان قد تحدث بأنه لا يمكن تلبية احتياجات النازحين جميعهم وأنهم بصدد إنشاء مكتب في مأرب. برأيك هل هذا المكتب سيؤدي أو يرفع من نسبة تلبية طلبات النازحين بشكل أكبر؟ أنا أتمنى من الأخ فريد، طبعا احنا قمنا بزيارة المكتب الموجود في مأرب ووجدنا أنه تحت الإنشاء وما قاله كان صحيح، ولكن أتمنى أن يكون هناك بيان صريح من الصليب الأحمر أن المنظمات ودورهم أيضا لا يستطيع أن يغطي حجم المأساة الموجودة اليوم في محافظة مأرب. لماذا لا يقومون بمنادات كل الجهات الأممية بالتدخل في محافظة مأرب؟ لماذا يجعلون التدخل في محافظة مأرب حصري فقط على بعض المنظمات التي تقدم الشيء الطفيف والفتات؟ هذا الشيء يجعلنا نتساءل أسئلة كثيرة، منها هل يتعمدون على إظهار أن محافظة مأرب لا تعاني من أزمة إنسانية؟ هذا السؤال يجب أن يوجه إلى الجميع في كل المقابلات التلفزيونية، لأن حقيقة نحن اليوم نعاني من ضغط شديد من النازحين كجهات مسؤولة عن ذلك، ليخاطبون بأن لا نقدم لهم شيء، وهذا صحيح لأن بعض المنظمات للأسف عندما تتدخل في تغطية الأسر، يعني مثلا معيار الأسرة موجود عندنا 7 أشخاص. كم تقدر سيد جميل عدد النازحين في محافظة مأرب؟ في محافظة مأرب قد تجاوزوا 4 مليون نازح، يعني وهذا عدد ليس بسيط، لكن انا اتكلم اليوم على شحة تقديم المساعدات. انا لما اقول معي أسرة مكونة من 7 أفراد يتم تقديم لهم 3 بطانية وفرشين، طيب وبقية أفراد الأسرة إيش وضعهم؟ السؤال الكل يجيبها بشكل صامت، ولما يجي يرفع التدخلات يقول قد تدخلت في عدد 5000 أسرة، طيب 5000 أسرة الأصل أنه يكون معاها في كل أسرة 7 أغطية و7 فرشان، هذه الأغطية والفرشان يعني تغطي 7 الأفراد، لكن يقول لك 7000 وتقديم المساعدة لهذه الأسرة عبارة عن 3 فراش و2 بطانيات، أنا أظن هذا استهزاء أكثر ما هو موضوع تغطية للحاجة، لأن اليوم نحن نعاني من استمرار معاناة الناس منذ 5 سنوات، لا نتكلم حتى على مستوى الشهرين الماضية. هذا الأسباب التي تحس أن المنظمات تساعد على استمرار امتهان المواطنين وعدم إيصالهم إلى مرحلة أو نوع من الاستقرار. حقيقة نحن نعاني اليوم من أزمة حقيقية في موضوع تلبية الاحتياجات. لما نجلس مع المنظمات ونجلس مع المانحين نستغرب من إجابة يعني مضحكة، يقول لك نحن ما كناش نتوقع أن يكون هذا النزوح. طيب أنت جيت هنا إيش تسوي؟ أنا مش عارف. يعني أنت بالأخير لازم تكون معك خطة تدخلات وخطة عاجلة. طيب وين جت الخطة العاجلة؟ يقول لك نحن ما كناش نتوقع أنه بيصير هذا النزوح. تفضل بالبقاء معي سيد جميل. أرحب بضيفتي من مأرب الناشطة أمة الله الحمادي. مرحبا بك معنا سيدة أمة الله، صفي لنا أوضاع النازحين وأيضا هل لديك تقدير لأعدادهم وبالتالي أبرز معاناتهم وأبرز احتياجاتهم؟ مرحبا، مساء الخير جميعا. طبعا في البداية أنا مضطرة أتفق اتفاق كلي مع ما جاء به الأستاذ جميل، لأنه فعلا حقيقة يعني تشخيص واقعي لكل اللي نعيشه حاليا في محافظة مأرب. توارد عدد كبير جدا من النازحين، كنتم تسألون عن عدد معين، فكما ذكر الأستاذ جميل سابقا يعني الأنفة التي موجودة لدى بعض النازحين حاليا تجعلهم ينزحون إلى منازل أقاربهم أو منازل أناس من مناطقهم، تتكدس العائلات في المنزل الواحد، ما يجعل إحصائهم صعب جدا حتى على المنظمات أو على الوحدات التنفيذية. لذلك لا يستطيع أيا كان أن يعطي إحصائية دقيقة عن عدد النازحين في محافظة مأرب، سواء نازحي الخانق أو نازحي مجزر أو حتى نازحي الجوف عموما والحزم والمصلوب أو الغيل خصوصا يعني في الآونة الأخيرة. وفي نفس الأثناء هذه نتحدث أيضا عن عجز كبير جدا من المنظمات في توفير احتياجات هؤلاء النازحين، هنالك عدم تكافؤ بين عدد النازحين الوافدين إلى محافظة مأرب حديثا، ولا أتحدث عن النازحين منذ 2015
2015-2016 وتلك الأعوام، إنما عن النازحين الوافدين خلال 2020 فقط. لا يوجد تكافؤ البتة بين عدد النازحين وبين المساعدات المقدمة لهم. الخيام تفتقر لأبسط المقومات، حتى أنها رديئة التصنيع. يعني كثير من الأشياء الآن تنقص للنازحين، كذلك المساعدات الطارئة والتي يفترض أن تمنح للمواطن النازح خلال 24 ساعة، مع الأسف يظل المواطن النازح المحتاج مطوبر أحيانا باليومين بالثلاث بالأربع وبالأسابيع علشان يحصل على حقيبة النزوح الأولية الطارئة، وهذه كارثة بحد ذاتها. بالنسبة لجهود المنظمات في محافظة مأرب، هي جهود أكيد مشكورة، لأن احنا الآن في مرحلة احتياج، لكن بالمقابل لا ترقى أبدا ولا حتى لتشخيص حجم الكارثة الإنسانية اللي نحن نعيشها حاليا، وهذا الشيء مؤسف. المفروض أن النداءات لا تتوقف حاليا، ليس فقط من السلطة المحلية ولكن أيضا من المنظمات الفاعلة في محافظة مأرب. النداءات الإنسانية، نداءات الاستغاثة، المفروض أن لا تتوقف حتى يعي العالم حجم الكارثة التي يعيشها الإنسان حاليا. نازحين منذ ما قبل 2020 أو نازحي 2020 على وجه الخصوص. شكرا جزيلا لك يا أمة الله الحمادي، كنت معي من مأرب. أعود إليك سيد جميل، إذا ما تحدثنا عن دور الحكومة والسلطات المحلية داخل محافظة الجوف لمساعدة هؤلاء النازحين وتلبية احتياجاتهم أو حتى توفير ممرات آمنة لنزوحهم. في محافظة الجوف يعني الكل يعلم وضع المدينة اليوم قد سقطت كامل بيد الحوثي، ولا يستطيع أحد الوصول إلى تلك المناطق. لكن نحن ممكن أن في الجانب المتبقي، يعني هناك أسر ما زالت موجودة في الصحراء لم تصلها إلا المساعدات البسيطة جدا. يعني مثلا لو تكلمنا على فقط مدينة من مدن اللي موجودة في الصحراء اللي هو بئر المرازيق، توجد فيه أكثر من 200 أسرة نزحت إلى تلك المنطقة، وهي عبارة عن منطقة صحراوية بحتة. ايضا نتكلم على موضوع الدعم. يعني تخيلي انه يعني يحاول اليوم الحوثي مصادره حصه الجوف من 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 خدمات الهلال الاحمر، مكتب الجوف يحاول يصادرها بدل ما توصل لمأرب وندخلها الى هؤلاء المحتاجين في الصحاري، يريد ان يصادرها الحوثي اليوم ويحولها الى صنعاء في 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 تدخل سافر للعمليه الانسانيه، مع أن الكل يعلم أن العمليات الإنسانية يجب ألا تتدخل في الطابع السياسي أو المعارك. نحن اليوم نعارك معركة شديدة في الجانب الإنساني على أن تصل الحقوق إلى أهلها، ولكن هناك صمت رهيب جدا من جانب المانحين فيما يخص هذا الشيء. ناشدنا عبر قناتكم هذا الموضوع، وما زلنا نكرر أنه يجب أن تصل الحصص إلى مستحقيها، بدل أن تكون هناك متاجرة سياسية في الأزمة الإنسانية. نكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا لك جميل القاسم، المدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في الجوف. كما أشكر ضيوفي فريد حميد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كان معنا من صنعاء، أيضا الناشطة أمة الله الحمادي كانت معنا من مأرب. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة ماهر أبو المجد، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.